افطاري الصباحي جوج الطاقي اصافي، مابقاش غنبيعو حنايا التجاره ديال البعد الثالث، باي باي. دابا كاينه التجاره ديال البعد الخامس. انا راه مصممه ديال البعد الخامس، دابا مصممه الملابس بعد الخامس. عندي العمامه الطاقيه مشحونه، حتى هي مشحونه، وكل لون عنده تردد، كل لون عنده معنى. دابا هاد الملابس هادي راه ماشي غتلبسيها وما عرفتش غادي يوقع لك، لا. دابا هاد الملابس كتخدم بحال التذكير، بحال التوكيده. عوضتي غتكتبي التوكيده؟ لا، التوكيده غتلبسيها غتخليك ديما متذكره. بحال دابا انت عندك نيه، عندك نيه باغا تخدمي على الثقه في النفس، تطوير الذات، حب الذات بالذات. اش غديري؟ كاين عندنا مثلا اللون الاصفر، المهم نهضروا على اللون الاصفر. اللون الاصفر لون الثقه في النفس، الثقه في النفس، الثقه في الذات. اللون الاصفر عندنا مثلا دابا حنا عمامه باللون الاصفر مرتبطه بالشكرة، شاكرا الضفيره الشمسيه. يعني انت ملي غادي تنوي هاد النيه ديال انك انت باغي تطوري الذات ديالك والثقه في النفس وتحبي ذاتك، هذاك العمامه الطاقيه اللي باللون الاصفر ملي غتشريها يعني اكدتي النيه، حيت النيه كتبدا من البعد الداخلي بينك وبين راسك. ولكن ديك النيه باش صافي ديماري تبداي تقولي للعالم المادي ها انا هنا، ها انا هنا سوف اشتغل على الموضوع، كيفاش خصك ديري؟ كيفاش خصك ديري؟ خصك تبادري ديري الاكشن. الاكشن شنو هو؟ كتحولي داكشي اللي نويتيه لماده بعدا، يعني كتقولي انا راه ناويه. حيت واش كيقول لك بين ليا، بين ليا حتى الكون راه كيقول لك بيني ليا، بيني ليا. كتبيني لي ملي كديري الاكشن، كيبقى عندك ديك العمامه، ديك العمامه كتبقى اللحظه باش كتشريها وكتوصلك والتردد ديالها باش كتوصلك والطاقه ديالها باش كتوصلك وداكشي صافي. انت دخلتي في واحد الاحتمال، دخلتي في واحد المسار صافي. يعني واخا غتنساي، غا غتشوفي العمامه او غتلبسي غتذكري، غتبقاي بحال قدامك ديما كدير لك طن 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 طن، فهمتي؟ وغادي تخدمي على داكشي، فهمتي البلان؟ حالتك وحال ايامك، عاوز جمله مفيده. راك قلتي جمله مفيده، قلتي حالتك وحالت ايامك، هادي راه جمله مفيده قلتيها انت. علاش انت ملي سميتو زرنوش ولا رانوش، ملي تقول انت جمله مفيده وحنا شحنا نتقدموا قدامك، تقدموش قدامك. لا فهمتوني الخوت، هذا هو المنتوج الطاقي. انا راه مصممه ديال البعد الخامس، دابا مصممه الملابس بعد الخامس، المنتوج الطاقي. مابقيناش دابا حنا كنبيعوا لكم شي حاجه غادي تشريها باش تشري تشي المشاعر، لا لا صافي. دابا داكشي قدام، يعني الانسان دابا مابقاش كيستهلك، لا، كيشوف شي حاجه كتضيف ليه على المستوى الطاقي، فهمتوني؟ حيت الوضع راه ولا طاغي، كيشوف لي شي حاجه غتخدمو على المستوى الطاقي. ما كتشريش غير باش كتشري، حيت الناس اللي كيشريو غير باش كيشريو يعني كيكون عندهم مشاكل في المشاعر، كيشريها باش كيشري. شحال من واحد شرا شي حاجه وما عرفش كراسو حتى كيفاش شراها، فهمتوني؟ علاش؟ حيت صايقينو المشاعر. اما في البعد الخامس ما كيسوقكش المشاعر ديالك، صافي كتسوقك الطاقه. علاش؟ لان صافي تتفاهمتي مع المشاعر، صافي نظفتي المشاعر ديالك ولا عندك واحد الوعي مستيقظ، فهمتي؟ ما بقيتيش غتكون مستهدف، لا، كتكون حتى الهداف. وبطل في تسديد الاهداف، كون عندي مي وراه عندي ما يدار البيزنس ديالي، هضر انا الخطه الجديده اخر ما كاين في الخطط. انا عندي بيزنس دابا، البيزنس ديالي تطور. شوفوا راه ما غتفهمونيش، شوفوا الناس ما غاديش يفهموني. المهم وجدت الفطور ديالي، ها هو الفطور ديالي، شتوه غني باش ديال الاغنياء، افطار غني ديال الاغنياء. يا لا 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 ما 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 يا لا 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 ما ما يا لا لا لا
افطاري الصباحي. اعطيني النايا وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعدما يفنى الوجود. أعطيني الناي وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعدما يفنى الوجود. هاد الأغنية هاد المقطع أنا قبل ما كنتش كنقدر نغني هاديك يفنى الوجود ما كنقدرش نطلع ونهبط. الحمد لله. يا سلام، شكرا لكم اختي اللي عايش في الثالث. حنا اختي راه وصلنا للقسم الخامس اختي. واش حنا شوفي اختي الله يكون في العون الجميع، ما يمكن ليش انا نبقى صافي وصل لقيتها المنتوج داد الشيء اللي كاين ما نقدرش وصلت سي لو طون سي لو طون انه الوقت. قولوا شي اغنيه نغني، انا نغني لكم واحد الاغنيه واحده اخرى. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعه يزرعني في إحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتناطر زخات يأخذني في مساء الورد من الطرقات. نقدر نكون الكلمات قلتهم ماشي هما هذوك، ولكن المهم حافظتهاش هذه مزيان. بغيتك تبيع لي الافكار ديالك جمله لا ما تقدرش عليهم، يطلعوا عليك غالي. عندك مليار وشوف انا كنبيع ابتداء من المليار. يعني الا بغيتي تشري شي افكار ابارتير من المليار فهمتي. ما كاينش الديتاي. الوضع تحمس كيقل ولا كيسول على البعد الخامس والملابس مع مصممات الملابس للبعد الخامس. غتلبسي شي حاجه فيها التوكيده فهمتوني. وراه عندي لاصال حقا نمشي ندير لا بيسين، غنمشي فهمتي غندير لا عكسة مع راساتي. هادي الخطه ديال البعد الخامس، انا هي مولات الخطه فهمتي، انا هي مولات الخطه فهمتوني. اخر ما كاين في الخطط الخطه الالهيه يا الهي. ونخلطو هادشي بشويه. شوف دابا راه خاصني نكبر الوعاء لان الخير فاض. البعد الخامس والمنتوج الطاقي اصلا راه مابقاش غنبيعو حنايا التجاره ديال البعد الثالث باي باي. دابا كاينه التجاره ديال البعد الخامس سمعتوني، كاينه دابا حاليا التجاره ديال البعد الخامس. يعني انت كتصاوب شي حاجه بواحد الطاقه وكتمرر للناس بواحد الطاقه، ملي كاين الناس الانسان كتوصلو ديك القطعه الطاقيه كاين شر من خلال ديك القطعه، لانها كتبقى محمله بدوك الترددات ودوك الذبذبات وديك الطاقه الجميله كاين شر النور فهمتوني. صافي دابا راه التجاره تبدلات، كاينه دابا التجاره ديال البعد الخامس.